لقاء تشاوري ما بين الوزارة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وجهة مراكش أسفي تحت إشراف السيد الوالي والي جهة مراكش أسفي وسيد رئيس الجهة. مشكورين، تنشكرهم لأنهم عبؤوا يعني جميع المسؤولين المنتخبين، المسؤولين على المجالس والمجتمع المدني اللي حضروا اليوم، أيضا الجامعات وأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين اللي كانوا حاضرين، وكنا قدمنا الملامح الأولى ديال الاستراتيجية ديال الوزارة اللي ما يمكنش تكون البلورة ديالها بدون واحد المقاربة تشاركية كتدمج البعد، تعتمد البعد الترابي وتدمج الفاعلين الترابيين المحليين. وأنا سعيدة جدا لأن كما قلت لكم الاقتراحات كانت مهمة جدا وبينت لنا على الإكراهات اللي كاينة في الميدان واللي كاينة في الجهة واللي خديناها بعين الاعتبار، لأن كما شفتوا كاينة خلية من الوزارة اللي هي كتابع عن بعد هذا اللقاء واللي تم تسجيل جميع المقترحات وغادي يتم تطعيم السياسة ديال أو الاستراتيجية ديال الوزارة بهذه الاقتراحات. النقطة الثانية اللي كانت تقديم ديالها، لأن جينا بواحد الملامح كبرى إلا بغينا نقولوا أولية ديال هذه الاستراتيجية، ولكن أيضا بواحد ليلوستراسيون يعني تجسيد ديال هذه الاستراتيجية في إطار مراكز جسر اللي هي مراكز جرين انوفاتيف سوشيال ريجينريشن، يعني واحد تجديد اجتماعي مبدع ومستدام. فهاد المراكز اللي هي كتعتمد مراكز التعاون الوطني، يعني ما غاديش نبنيو مراكز جديده، مراكز متواجده اللي غادي يتم التاهيل ديالها واعتماد الرقمنه واعتماد واحد الاستقبال في ظروف جيده في واحد الفضاء جميل اللي كيستقبل جميع المواطنين، ماشي تيستقبلهم يعني المواطنين اللي عندهم يعني هما في وضعيه صعبه ولا في وضعيه هشاشه، تيستقبلهم باش يستجيب الحاجيات ديالهم، مثلا بالنسبه للمعاقين، بالنسبه للنساء في وضعيه صعبه، بالنسبه للمسنين. ولكن في نفس الوقت كنستغلوا هذا التواصل مع المواطنين باش نشتغلوا على تاهيل العنصر البشري، باش يكون واحد التكوينات اللي غادي تكون في بعض ديالها حضوري والبعض في الجزء الاخر عن بعد، التكوين ديال المواطنين، التكوين عن طريق تاهيل الجمعيات. لان كما قلت ايضا في المداخله، التاهيل ديال يعني النهوض بالوضعيه الاجتماعيه وبهذا الورش الكبير ديال صاحب الجلاله اللي نصروا الله ينصروا اللي كتعرفوا انه كيعطي واحد الاهميه كبرى. وحنا كنتكلموا على الدوله، على البرنامج الحكومي الجديد اللي هو تعزيز ركائز الدوله الاجتماعيه، والدستور المغربي في الفصل الاول كيتكلم على الدوله الاجتماعيه. هذه الرؤيه ديال صاحب الجلاله الله ينصروا اللي كنشتغلوا باش يكون التنزيل ديالها يجب النهوض بالرأسمال البشري، وهذه قالها النموذج التنموي الجديد. ولكن كيفاش غادي يكون هذا النهوض؟ هو التكوين، هو التأهيل. حنا كنتكلموا على ملايين المواطنين، يعني هنا فين المقاربة ديال القرب بالاعتماد على التعاون الوطني اللي هو متواجد في جميع جهات المملكة، وأيضا على وكالة التنمية الاجتماعية باش تكون واحد الهندسة اجتماعية كتستجيب لحاجيات المواطنين، ويكون تكوين عن بعد وحضوري، وكما قلت وكنأكد عليها تأهيل الجمعيات. غنشتغلوا على لا سيرتيفيكاسيون ديال لي زاسوسياسيون ديال الجمعيات باش تكون قادرة حتى هي تكون شريك في إطار المقاربة ديال Public Private People Partnership، يعني شراكة ما بين القطاع العام القطاع الخاص والمجتمع المدني للنهوض بالشأن الاجتماعي بلادنا. وشكرا. في ولاية مراكش مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم كان لقاء اللي هو كان مثمر، شفنا فيه البرنامج العمل تاع الوزارة وشفنا فيه كيفاش يمكن يكون لامباكت على مراكش، وبالفعل تقريبا لقينا روسنا بان حنا تنتكلموا نفس اللغه تاعنا في المجلس الجماعي، تنتكلموا على الاستثمار في الراسمال البشري، تنتكلموا على الادماج، تنتكلموا على الولوجيات. ومن هنا طلبنا من السيده الوزيره باش علاش لا ما تكون الشراكه مع المجلس الجماعي في مجال هادو الولوجيات، وتكلمنا على خصنا نشتغلوا كلنا جميع الاطراف نشتغلوا على الاستثمار في الراسمال البشري، لانه هو القاطره للتنميه، هو اللي يمكن يحقق لنا السلم الاجتماعي مستقبلا، ويكون كل واحد السلم الاجتماعي قوي، ويكون المواطن تيساهم في تنميه بلاده. وبهذه الطريقه يمكننا نزيدوا مراكش وبالمغرب لقدام. وشكرا.